السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ إن شاء الله أول محاضراتنا السنة دي في الجاسترو انتستينال تراكت. هناخد بمشيئة الله الأورال كافيتي. عاوزين نعرف إيه من المحاضرة دي؟ عاوزين نعرف إيه هي الليب وإيه الاستراكشر بتاع الهيستولوجيكال استراكشر. يعني إيه هو الاستراكشر بتاع التانج؟ يعني إيه لينجوال بابيلي؟ التايبس أوف لينجوال بابيلي، شكلها الديفرنس ما بينهم، نعمل كورليشن بين ستراكشر اند فانكشن اوف تيست بود. تعالوا نفتكر مع بعض كده الديجستيف سيستم كان بيتكون من ايه. بيتكون من الاورال كافيتي، تيوبولار ديجستيف تراكت، اسوشيتد ديجستيف جلاند. الاورال كافيتي هو موضوعنا النهارده باذن الله. طبعا ده الديجستيف سيستم بتاعي، يبدا اهو من اول الاورال كافيتي، وبعدين بينزل على التوبولار دايجستيف تراكت او دايجستيف تيوب اللي اخذناها السنه اللي فاتت، اللي هي الاسوفيجاس والاستومك، سمول انتستين، لارج انتستين، وطبعا اللارج انتستين اخرها السيجمويد كولون، وبعد كده الايه لقينا الكنل. عندي بعد كده الاسوشيتد دايجستيف جلاند اللي هي السليفري جلاندز والبنكرياس اللي هو الاصفر اهو اللي ورا الاستومك ده، وطبعا الليفر. يلا بينا نشوف مع بعض يا اولاد الاورال كافيتي، وده الانترانس بتاع الدايجستيف تراكت. الاورال كافيتي زي ما احنا شايفين كده هو الاوبننج او الانترانس بتاع الدايجستيف تراكت. الباوندرز بتاعته ايه؟ لو انا بصيت ابورد هلاقي عندي ادي الهارد بالت والسوفت بالت، وانتيريورلي بيبقى عندي ادي الجم والجينجفا، اون بوث سايدز بيبقى عندي التشيكس، وانفيريورلي بيبقى عندي الفلور اوف ذا ماوس، يبقى دي الايه الماوس كافيتي. طيب الماوس كافيتي مهم؟ طبعا مهم جدا، لان في الماوس كافيتي بيحصل ايه؟ بيحصل فراجمنتيشن للفود. انا ببقى واخده الفود بتاعي لارج ان سايز، فبنعمل فراجمنتيشن عن طريق التيز للفود، وبالتالي بيقدر بعد كده لما ينزل في الاستومك يبقى اصغر، ويبقى الدايجيشن بتاعه اسهل. كمان بيبدا الدايجيشن بتاع الفود في الاورال كافيتي عن طريق السلايفا، طبعا السليفر جلاند بتطلع السلايفا اللي هي بتبدا الدايجيشن اوف فود هنا، وطبعا بيكمل تحت في الاستومك بقى والسمول انتستين واللارج انتستين وكده. طيب لو انا حبيت ابص كده الاورال كافيتي هو عموما اوبننج تو ذا اوتسايد. احنا اتعلمنا قبل كده ان السكن والاوبننج تو ذا سكن بتبقى متغطيه بالثيكست ايبيثيليوم ان ذا بودي، اللي هو مين بقى الايبيثيليوم السيك اللي يقدر يستحمل تروما، يستحمل انجري، يستحمل كده. مين ادخن ايبيثيليوم في البادي عندي؟ اللي هو الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. طبعا لو انا بره في السكن هيبقى كيراتينايز، لكن طول ما انا بقى دخلت جوه اي اوبننج تو ذا سكن زي ما اتعلمنا قبل كده هيبقى ايه؟ نون كيراتينايز. يبقى اللايننج عموما بتاع الاورال كافيتي، وبعد كده ناخد الديتيلز، هو عباره عن ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. طيب هو طبعا الماوس كافيتي في عندي شويه سبيشاليزد ستراكشر عاوزين نتعرف عليها ان ديتيلز. زي ايه؟ زي الليب. ادي الليب زي ما احنا شايفين، عندنا لور ليب وعندنا ابر ليب، هناخد الستراكشر بتاعها ونفهم مكون من ايه. ادي التشيكس على البوث سايدز، برده نفهم الستراكشر بتاع التشيكس. عندي الهارد بالت وبعدين عندي السوفت بالت اللي هو اخر جزء ده، خلاص هناخده ان شاء الله. التانج مهم قوي نعرف يعني ايه التانج، يعني ايه التانج بابيلي، التست باد، الكلام ده كله ان شاء الله لازم نعرفه، وبرده هنتعرف على التيث. يلا بينا بقى نشوف حاجه حاجه. لو انا مسكت اللب كده هلاقي اللب معموله من ايه يا اولاد؟ هي عباره عن طبعا ادي الليب اهو، لو احنا اخدنا فيها سيكشن وكبرناها هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان هي الاوتر سيرفيس بتاعها عباره عن سكن، اللي هو الحته دي اللي هو توز اوت سايد الفيس بتاعها من بره عباره عن ايه؟ ثين سكن. طيب يعني ايه ثين سكن؟ اهو اللي انا شايفاه ده ثين سكن، يعني السكن اللي هو عنده ثين كيراتين، وكمان عنده الهير فوليكل والسبيشيس جلاند، وعنده سويت جلاند، يعني سكن اند اتس ابندجز، يبقى دي السكن موجود تو ذا اوتسايد. طب تو ذا انسايد، يعني لو شفنا الليب دي من جوه شكلها ايه؟ هلاقي انها عباره عن ايه؟ هلاقي انها عباره عن ميوكس ممبرين. امال ايه الحته اللي فوق دي؟ دي اسمها الفري ريد مارجن. الفري ريد مارجن اللي هو الحته بتاعت الليب دي اللي هو الفيميل بتحط عليها الليبستيك، الجزء ده اسمه الفري ريد مارجن، وده سبيشاليزد ستراكشر، حاله كده ان بتوين السكن وما بين الميوكس ممبرين. طيب يا ترى السكن بتاعي، طبعا اهو بيقول لك ده الميوكس بورشن او الميوكس ممبرين بتاعي، وده الفري ريد مارجن، ليه اسم تاني اسمه الفيرميليون،
وبعدين عندي ادي الكوتينيوس بورشن واقصد بيه السين سكين. تعال بص عليه كده من ناحيه الايه الميوكوزا. تعال نبدا من جوه من ناحيه الميوكوزا. طبعا الدياجرام يعني ده بيوضح لي اكتر. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان انا عندي ايبيثيليوم، دي اول حاجه اهي، عباره عن ايه؟ عباره عن ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ايبيثيليوم، ده فيري ثيك ميوكس ممبرين. طبعا حتى نلاحظ ان هو الايبيثيليوم هنا يمكن ثيكر ذان ذا سكين، طبعا ده عشان بيحصل تروما بالفود فلازم يكون فيري ثيك ويستحمل كويس. اي ايبيثيليوم يا اولاد بيبقى تحتيه ايه؟ احنا عارفين الايبيثيليوم ده افاسكولار ستراكشر، يبقى لازم يكون تحتيه اللامينا بروبريا. وتعلمنا قبل كده يعني ايه لامينا بروبريا، يعني كونكتيف تيشو، في بلود فيسلز وفي نيرفز وفي كل الاستراكشر طبعا، كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز، كل ده. طب في كمان حاجه زياده، ايوه في حاجه اسمها ليبيال جلاند. طب ايه هي الليبيال جلاند؟ الليبيال جلاند دي عباره عن ايه؟ عباره عن ماينور سليفري جلاند. ماينور سليفري جلاند، الماينور سليفري جلاند او الليبيال جلاند دي عباره عن ميوكس اسينوي، شويه ميوكس اسينوي موجوده تحت الابيثيليوم في الانر سيرفيس اوف ذا ليب. وده طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل مويستنج، وبيعمل كمان ايه؟ زي ايه؟ لوبريكيشن يعني للانر سيرفيس اوف ذا ليب. طيب ده كده من ايه؟ من الانر اسبكت. طب بص لي كده من طبعا ده بيشاور لي على ايه؟ الليبيال جلاند. تعال نشوف الاوتر اسبكت بتاعي اللي هو تو ذا اوت سايد، ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثين سكين، وانا بسميه الكوتينيوس بورشن. طب الكوتينيوس بورشن ده عباره عن ايه؟ سكين، احنا هناخد استراكشر بتاع السكين بعد كده ان ديتيلز. السكين معمول من ايه؟ معمول من ايبيديرمس، او زي ما احنا شايفين اللي هو عباره عن ايه الايبيديرمس ده؟ ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ايبيثيليوم زي اي سكين. وتحتيه الكونكتيف تيشو بتاعه انا بسميه الديرمس. وفي الكونكتيف تيشو ده في الابندجز بتاعه السين سكين، يعني ابندجز يعني الملحقات بتاعته اللي عباره عن ايه؟ ادي الهير فوليكل، خلاص كده دي السبيشيس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه، تمام. في عندي سويت جلاند اللي هي الغدد العرقيه، يعني في ايه؟ السكين وكل ملحقاته، يبقى السكين اند اتس ابندجز. امال ايه الحته اللي فوق دي بقى؟ الفرميلون او الفري ريد مارجن، اللي هي حاجه كده في النص، ما هياش سكين وما هياش ميوكس ممبرين، هي ان بتوين، فبسميها موديفايد سكين. ليه موديفايد سكين؟ لانها ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم خلاص، بس ديفايد اوف هير، هو فيري ثين، فيري فيري ثين، لدرجه من كتر ما هو ثين مبين البلاد فيسل اللي موجوده في الكونكتيف تيشو اللي تحتيها، عشان كده انا بشوف الحته دي لونها ريد ان كلر كويس. ما فيهاش هير فوليكل ولا اي نوع من انواع الجلان، عندها نيومرس ديرمال بابيلي. لاحظوا كده الديرمال بابيلي دي يعني ايه؟ يعني الفولدنج اللي موجوده دي، او الفولدنج بتاعت اللي ما بين الابيثيليوم ما بين الكونكتيف تيشو اللي تحتيه، ادي معنى الديرمال بابيلي. الحته دي هايلي فاسكولار، الابيثيليوم بتاعها فيري ثين، عشان كده بيشوف الفاسكولاريتي كان حاجه شفافه كده. فاحنا عندنا كلنا الريد مارجن بتاعنا لونه ريد، عشان كده الكالر بيبان كده، ده ريفليكشن الكالر بتاع البلاد اللي تحتيه. طيب قلنا ميوكس بورشن، وقلنا كوتينيوس بورشن، وقلنا ريد مارجن. لاحظوا كل ده عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن الاوتر بارت، يعني الجزء اللي في بره كده. طب يا ترى ايه اللي في النص بقى؟ ايه اللي في النص؟ الحاجات اللي معموله ان باندلز ولونها دارك ريد ان كلر، دي سكيليتال ماسل فايبرز، يعني الكور بتاع اللب عباره عن ايه؟ عباره عن سكيليتال ماسل فايبرز ان ديفرنت دايركشن. اسمها ايه الماسل فايبرز دي؟ حضراتكم خدتوها في الاناتومي، اسمها اوربيكيلاريز اوريز ماسل. اوربيكيلاريز اوريز ماسل هي عامله لي الكور بتاع ايه؟ بتاع اللب، زي ما احنا شايفين شكلها سكيليتال ماسل فايبر، وزي ما اتعودنا ايه شكل سكيليتال ماسل في ده قدامنا اهو، ده تي اس، عباره عن ايه؟ الريجولار ان شيب، مالتي نيوكليتد، طبعا دارك ريد عشان فيها ماي جلوبين، ارنجد ان باندلز وهكذا. يبقى احنا لو خدنا بقى الاستراكشر بتاع اللب كله على بعضه كده، هلاقي ايه؟ هلاقي ان في السنتر عندي سكيليتال ماسل، وبعدين from both sides عندي ايه؟ عندي ايبيثيليوم وتحتيه كونكتيف تيشو، بس من جوه بسميه ميوكس بورشن، لان الايبيثيليوم ده بتاع الميوكس ممبرين خلاص، وده ثيك ايبيثيليوم وتحتيه الكونكتيف تيشو اللي فيه الايه؟ الليبيال جلاند، قلنا دي ميوكس اسينوي. من بره ده عباره عن ايه؟ ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو طبعا، بس ده سكين فبسميهم ايبيديرمس اند ديرمس. وقلنا تحت بلاقي الهير فوليكل، وبلاقي السبيشيوس جلاند، وبلاقي السويت جلاند، وبلاقي الماسل كمان اريكتور بيلي، في ماسل موجوده في الحته دي خلاص. طيب وقلنا فوق الاقي ايه؟ الاقي الفري ريد مارجن اللي هو موديفايد سكين، اللي هو ما فيهوش لا جلاند ولا هير، لكن هايلي فاسكولار وبيبان لونه ريد علشان سين ايبيثيليوم والهاي فاسكولاريتي. يبقى في النص مصر ومتغطي من ناحيتين بايبيثيليوم وتحتيه كونكتيف تيشو. ادي الاستراكشر بتاع الليبيا.
طيب احنا خدنا هنا 3 سيكشنز كده في كل بورشن من الثلاثة عشان نتفرج عليه. ادي الميوكوزال بورشن، لاحظ كده انا عندي فيري ثيك ستراتيفايد سكوي مثلا كراتينايزد ايبيثيليوم فيري فيري ثيك، وبعدين تحت الكونكتيف تيشو بتاعه. بص الناحية الثانية الكوتينيوس بورشن اللي هو عبارة عن ثين سكين ستراتيفايد سكوي بس كراتينايزد، بس ثين ارفع من بتاع الميوكوزال بورشن، وبعدين تحتيه الديرمس، احنا قلنا بنسمي الابيثيليوم في الاسكان ابيديرمس وكونكتيف تيشو ديرمس، والحفره اللي نازله دي اللي هي لايند برضه بستراتيفايد سكويمس دي اسمها الهير فوليكل، المكان اللي بيبقى طالع منه الهير في المكان ده، ادي اثنين هير فوليكل اهو عندي خلاص. دي شويه سبيشيس جلان. طيب ايه اللي في النص ده بقى؟ ده الريد مارجن اللي هو موديفايد سكين، ونلاحظ ان هو الديرمال بابيلي عالي قوي اللي هي الايه الفولدنج اللي احنا شايفينها دي، وعشان كده وهايلي فاسكولار عشان كده بتبان لونها ريد. طيب بيوريك الثيكنس او بيقارن الثيكنس في الثلاثه وبيوريك ادي الديرمال بابيلي. طيب يبقى احنا كده خلصنا اللب، واللب بتاعتي سهله وما فيهاش حاجه وبسيطه قوي. طب لو جيت اتفرج على التانج هلاقي ايه بقى؟ التانج طبعا عباره عن ستراكشر زي ما احنا شايفين كده، السنتر بتاعه ثيك وعنده تابرنج انتيريور اند، يعني الانتيريور بارت بتاعته تابرنج يعني ثينر زي الكور بتاعه كده. طيب ده عباره عن ماسكولار اورجن، يعني هو مينلي ماسل في النص الكور كده، وده كله عباره عن ايه؟ ماسل، عباره عن سكيليتال ماسل ان ديفرنت دايركشن، يعني هيلاقي اوبليك والاقي ترانسفيرس والاقي لونجيتيودنال، كل حاجه موجوده، كل الدايركشن بتاعت السكيليتال ماسل فايبرز موجوده. يبقى الكور بتاعي او السنتر بتاعي عباره عن سكيليتال ماسل فايبرز ارينجد ان ديفرنت دايركشن خلاص، زي ما قلنا لونجيتيودنال وترانسفيرس اوبليك، ده الكور ده السنتر ماشي. طيب وايه كمان؟ بيقول لك بقى ان هو متغطي بوث سايدز بايه؟ متغطي بايه؟ متغطي ب ميوكاس ممبرين، بس الابر سيرفيس بتاعي اللي هو الدورسال سيرفيس شكله مختلف عن اللور سيرفيس او الفنترال سيرفيس كويس. بس انا عاوزك تعرف ان احنا عندنا كده كده في ابيثيليوم فوق وتحت اللي هو ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، وتحتيه طبعا اللامينا بروبري اوف كونكتيف تيشو. هنعرف دلوقتي حالا ايه الفرق ما بين الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج والفنترال سيرفيس اوف ذا تانج خلاص. يبقى المهم عندي اعرف الجنرال ستراكشر، يبقى الكور بتاعي عباره عن سكيتال ماسل ارنجد ان ديفرنت دايركشن خلاص، و بعدين متغطي بايبيثيليوم من فوق ومن تحت، وتحت الايبيثيليوم كونكتيف تيشو، وطبعا التانج هايلي فاسكولار في لمفاتكس في نيرفز تمام. طيب الميوكس ممبرين بتاع الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج لو حبيت ابص عليه الاحظ ايه؟ الاحظ ان هو شكله فيلفت، يعني فيلفت يعني ما هوش سموث، يعني مش شايفه حاجه كده سموث كده حته واحده، لا بلاحظ ان شكله فيلفت، او بلاحظ ان هو عنده ده رف سيرفيس ده الابر سيرفيس، لكن اللور سيرفيس بلاحظ ان هو سموث. طيب كمان الميوكس ممبرين اللي في الابر سيرفيس بلاقيه ادهرنت اللي هو الدورسال سيرفيس، لكن اللور سيرفيس بلاقيه ايه؟ بلاقيه لوس. طيب لو جيت بصيت على التانج مش بس بلاحظ الابر سيرفيس بتاعي رف او اللي هو فيلفت ابييرنس، لا بلاحظ ان التانج متقسم كده ب حاجه اسمها في شيبد سالكس ترمينالز لانتيريور 2 ثيرد وبوستيريور 1 ثيرد، انتيريور 2 ثيرد وبوستيريور 1 ثيرد، في شيبد ديبريشن، في ديبريشن كده يعني حفره شكلها في شيب، اسمها للتانج الانتيريور 2 ثيرد وبوستيريور 1 ثيرد خلاص. طيب ايه اللي مد التانج بقى او الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج؟ الفيلفت ابييرنس او الرف ابييرنس، لان التانج فيه حاجات مهمه قوي اسمها التانج بابيلي، تانج بابيلي. طيب يا ترى ايه هي التايبس بتاعت التانج بابيلي اللي انا اقدر اشوفها؟ اول نوع اسمه فيلي فورم بابيلي، فيلي فورم بابيلي ده شكله زي ما احنا شايفين كده، ده شكل الفيلي فورم بابيلي، لو خدتوا بالكم هلاقيها الموست نيوميرس تايب اوف بابيلي اللي موجوده في الطنج، يعني ده اكتر نوع من انواع البابيلي موجود في الطنج، كتير قوي قوي الفيلي فورم بابيلي كتير. طب يا ترى شكلها ايه بقى؟ شكلها كونيكال ان شيب، يعني ايه كونيكال ان شيب؟ يعني شبه الكون، يعني عندها الابر بارت او الايبكس بتاعتها تابرنج والبيس بتاعتها وايد بيس. يبقى انا عندي لو بدانا كده قلنا ايه؟ قلنا الفيليفورم بابيلي دي اكتر واحده فيهم كويس، شكلها كونيكال ان شيب، يعني ايه كونيكال؟ يعني شبه الكون، يعني شكلها مخروطي، يعني ايه مخروطيه؟ يعني الايبكس بتاعتها تابرنج والبيس بتاعتها وايد زي ما احنا ايه شايفين
كويس. طيب لو انا حبيت ابص ليه الكفرنج بتاعها دي عباره عن ايه اصلا، اي بابيل دي عباره عن بروجكشن كده من الاستراتيفايد سكويموس ابيسيليوم، وجواه كونكتيف تيشو كور. اي بابيل اللي شكلها كده، اي بابيل اللي عباره عن كده، عباره عن كور من الكونكتيف تيشو. بص حضرتك كده انت عندك كور اهو من الكونكتيف تيشو، يعني ايه؟ يعني من جواه كونكتيف تيشو، بروجكشن كده طالع، حاجه طالعه في السيرفيس بتاع الطن. السنتر بتاعها عباره عن كونكتيف تيشو، والكفرنج عباره عن ايبيثيليوم، فده معنى كلمه الطنج بابيل. المهم احنا قلنا دلوقتي شكلها كونيكال ان شيب، وبعدين هي متغطيه بايه؟ متغطيه باستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ايبيثيليوم، او زي ما احنا شايفين كده حضراتكم استراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ايبيثيليوم. بص كده السكاننج الكترون مايكروسكوب للفيليفورم روعه وجميله ومبينه قوي الاستراكشر اللي احنا كنا لسه بنقوله. بصوا كده كتير قوي قوي عشان كده هي موست نيورس. وبصوا كمان لاحظوا ان هي عباره عن ايه؟ كونيكال ان شيب، كاني شايفه شويه من الكونز كده مغطيين لي الابر سيرفيس بتاع التانك. الفيليفورم بابيلي هي النوع الوحيد من البابيلي، رغم ان هي الموست نيومرس وكل حاجه، بس هي النوع الوحيد اللي ما عندوش تيست بود. التيست بود ده عباره عن نيورو ابيثيليوم، هو اللي بيخليني احس بطعم الاكل، وهناخده بعد شويه يا اولاد. يبقى الفيليفورم بابيلي يا جماعه ما فيهاش تيست بود. طيب امال ايه الفانكشن بتاعتها بقى؟ هي بتعمل ايه؟ تاتش سنسيشن، وكمان بتعمل ساكلينج ان انفنت، بتساعد على الساكلينج. الاولاد الصغيرين بيعملوا ساكلينج، اللي هم مش الولاد، الانفنت يعني الصغيرين المولودين بيعملوا ساكلينج، فهي بتساعد على الساكلينج وبتشتغل كمان مع التاتش سنسيشن. يبقى ادي اول نوع اللي هو مين بقى؟ فيلي فورم بابيلي. تعالوا بقى نتعرف على النوع الثاني من انواع الطنج بابيلي. النوع ده اسمه فانجي فورم بابيلي. يعني ايه فانجي فورم بابيلي؟ يعني البابيلي اللي شبه الفانجاي او شبه الفطريات او شبه المشروم. طيب النوع ده يا ترى كتير ولا قليل يا اولاد؟ هو فيو ان نمبر، فيو ان نمبر. طب مكانه فين؟ موجود على التيب وعلى الايجس بتاعه الطنج. طب شكله عامل ازاي؟ شبه المشروم زي ما قلنا كده، كان حاجه كبيره يعني، حاجه ليها كده كوره من فوق ومن تحت رفيعه. فهو عنده الايبكس بتاعته برود ايبكس، يبقى من فوق عريض، ونارو بيز يبقى من تحت ايه؟ صغير. عنده حتى حاجه اسمها نارو ستوك، كان ليه عصايه شبه المشروم كده بالظبط، كوره فوق وبعدين عصايه تحت، فعشان كده بقول عليه مشروم شيب او فانجي فورم. يبقى الايبكس بتاعتي هي الاكسباندد او البرود، والبيز بتاعتي مالها نارو ان شيب. طيب النوع ده برضو زي التاني بالظبط، عباره عن سنترال كور من الكونكتيف تيشو، وكفرد باي ايبيثيليوم، وعاملين بروجكشن بره عشان كده شكلهم ايه؟ بابيلي. خلاص يعني هو بروجكتنج من السيرفيس بتاع التنج. خلي بالك يبقى دي السيرفيس بتاع التنج اهو، هو طالع بروجكتنج منه خارج بره الكور كونكتيف تيشو، ومتغطي بايه؟ استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ايبيثيليوم برضو. يبقى اول نوعين استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد اهو، والاثنين بروجكشن. قلنا الفيلي فورم هي الموست نيومرس وما فيهاش تيست بود وموجوده على الابر سيرفيس، وادي الفانجي فورم قلنا اللي هي فيو ان نمبر وموجوده عند التيب والسايدز بتاعتي، وشكلها ايه؟ فانجس ان شيب او مشروم ان شيب. خلاص طيب هي هايلي فاسكولار، يعني بتبان كنقط حمراء كده على الابر سيرفيس بتاع الطنج، هي هايلي فاسكولار. بصوا كده، الله، شوف الصوره دي بقى، الصوره دي حقيقيه. لما اجي ابص كده ادي الطنج بتاعي، حد يعني مخرج الطنج بنتفرج عليه، ولقيته مليان ايه؟ نقط حمراء او دوائر حمراء كده على السيرفيس. هي الدوائر الحمراء دي هي مين؟ هي الفانجي فورم بابيلي. طيب يا ترى النوع ده فيه تيست بود ولا ما فيهوش؟ لو انت فاكر احنا قلنا ان النوع اللي فات ما فيهوش تيست بود، رغم ان الموست نيومرس. ايوه رغم ان الموست نيومرس. طيب يا ترى ده فيه تيست بود؟ اه فيه فيو تيست بود، اللي هي دي اللي باينه لي كده في اللايت مايكروسكوبيك بيكتشر، كمكان لونه ابيض او بيل ستيند ستراكشر. طب لاحظ هل المكان ده كتير؟ ابدا ده قليل قوي، فهي سكاترد تيست بود على الايه؟ الابر سيرفيس. طب يا ترى ايه وظيفه الفانجي فورم بابيلي؟ بما ان فيها تيست بود يبقى بتساعد على التيست سنسيشن، وزي ما قلنا التيست بود ده عباره عن نيورو ابيثيليال ستراكشر، بيساعدني ان انا احس بطعم الحاجه التيست سنسيشن، وبينقله للايه؟ للبرين. طيب النوع الثالث اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه سيركمفاليت بابيلي. سيركمفاليت بابيلي، طب يا ترى السيركمفاليت بابيلي دي مكانها فين؟ فاكرين الخط اللي كان بيقسم التنج؟ شكل الخط ده كان في شيب، وبيقسموه للانتيور تو ثيرد وبوستير وان ثيرد.
ايوه طيب، قدام الخط ده بالظبط وماشي موازي ليه كده بالظبط، تلاقي مين in front او anterior to the V-shaped sulcus terminalis، هلاقي السيركمفاليت بابيلي. طب يا ترى السيركمفاليت بابيلي دي عددها كتير ولا قليل؟ هي عددها بتتعد كده من حوالي من 7 ل 12 ان نمبر، يبقى عددها ايه؟ انا اقدر اعدهم كده قدام الفي شيبد سالكس ترمينالس بالظبط. طب شكلها عامل ازاي؟ شكلها زي ما احنا شايفين برضو عندها برود ايبكس ونارو بيز، صح؟ طيب هتقول لي طب ما هي شبه الفانشي فورم بابين، هقول لك لا، فين السيرفس بتاع التانج؟ اهو ادي السيرفس بتاع التانج، تلاقي بقى السيركمفاليت بابيلي قاعده كده جوه حفره على السيرفس بتاع التانج. شوف الفرق بينها وما بين الفانجي فورم، قلنا الفانجي فورم طالعه فوق السيرفس بروجكتنج كده من السيرفس بتاع التانج، صح؟ لكن ده بص ادي السيرفس بتاع التانج، حتى عندي ادي الفيليفورم اهو كذا واحده فيليفورم بابيلي يمين وشمال. بص بقى كده السيرفس، لا هو نازل قاعد في حفره في جتر، بسميها جتر كده او جروف، يبقى السيركمفاليت بابيلي قاعده جوه حفره، حفره كده نازله من السيرفس بتاع الطنج، انا بسميها الجتر او الجروف، كويس؟ قاعده فيها السيركمفاليت، فعندها برود بيز ونارو ايبكس برضو شبه اللي فاتت بالظبط. طيب هي متغطيه بابيثيليوم شكله ايه؟ ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز ابيثيليوم، كويس؟ ده فين؟ في الايبكس، يعني الحته اللي هي في السيرفس بتاع التونج اللي هي زيها زي الايه الكونيكال فيليفورم. طب والحتت بقى اللي نازله تحت كده في جتر كده دي، لا مش عليها كيراتين، يبقى السيرفس بتاعها ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم، لكن السايدز بتاعتها نان كيراتينايزد، وزي ما قلنا هي قاعده في جروف او في جتر حفره كده على السيرفس بتاع التونج. طيب يا ترى هي فيها تيست بودز ولا ما فيهاش؟ عندها نيومرس تيست بود مليانه، بص الابيض ده كده اهو، ده الابيض الكتير ده هو ده نيومرس تيست بود. فين؟ لاحظ ان هم كتار قوي في اللاترال سيرفس، في اللاترال سيرفس اللي في الجروف او الجتر. طيب بص بقى، شايف الحفره اللي هي قاعده فيها دي كده؟ خلاص كده تبص تحتها تلاقي شويه من السيروس اسيناي اللي لونها ازرق، دي اهي السيروس اسيناي الزرقاء يمين وشمال، والسيروس اسيناي دي بتيجي تقوم فاتحه في الجتر او في الجروف ده كده، الدكت بتاعتها بتفتح. السيروس اسيناي اللي موجوده تحت السيركمفاليت بابيلي انا بسميها ايه؟ فون ابنر سليفري جلاند، فون ابنر سليفري جلاند. طبعا الاسم ده يا ولاد على اسم العالم اللي اخترعها، كويس؟ الفون ابنر سليفر جلاند دي موجوده فين؟ موجوده تحت الجتر او الجروف اللي قاعده فيه السيركمفاليت بابيلي، والدكت بتاعتها بتفتح في البيز بتاع الجروف، خلاص عشان تعمل ووشنج لي السلايفا او ووشنج لي الدبرز، اي دبرز يعني بواسطه السيرا سكريشن اللي خارج منها، كويس؟ بينظف الجروف بتاعي وبيساعد كمان ان ووش، لما بنعمل ووش للمكان ده تقدر التست بود اللي موجوده هنا تستقبل نيو سنسيشن. الفون ابنر سليفر جلاند يا اولاد هي واحده من الماينور سليفر جلاند، خلي بالك احنا اتكلمنا قبل كده على شويه سليفر جلاند موجوده في اللب، وقلنا عليها الليبيال جلاند، خلاص في الاندر سيرفيس اوف ذا تانج هنقول عليها بعد شويه كمان اسمها اللينجوال، وادي كمان واحده منهم اسمها الفون ابنر سليفر جلاند. الفون ابنر سليفر جلاند دي بيورلي سيروس جلاند، يعني هي سيروس اسيناي، بيور سيروس اسيناي، خلاص. شوفوا الدياجرام ده لطيف قوي، بيبين لي السيركمفاليت وازاي ان هو مش بروجكتنج، يعني لو ده السيرفيس بتاع التانجا الاقي حاجات بارزه كده اللي هي عباره عن مين اللي هم الفيلي فورم، وكمان مين البارز ده؟ ادي الفانجي فورم، صح صح. امال السيركمفاليت؟ لا ادي السيرفيس بتاعي، السيركمفاليت قاعده تحت، قاعده في حفره تحت اللي هو في الجروف او الجتر ده، ادي السيركمفاليت بابيلي مختلفه خالص عن الفانجي فورم. طيب النوع الرابع اسمه ايه؟ اسمه فوليات بابيلي، ممكن تلاقيها برضو مكتوبه بابيلا فولياتا، الاثنين واحد. الفوليات بابيلي او البابيلا فولياتا دي رودمنتري انمان، يعني ايه رودمنتري انمان؟ يعني منقرضه وقليله ومش موجوده بروميننت، مش العادي ان انا الاقيها يعني في الهيومن، كويس؟ طيب امال موجوده فين اكتر؟ موجوده اكتر في الرابت، الرابت
على ال edges بتاعت ال posterior one third of the tongue. يبقى أنا عندي ال tongue قلنا anterior two third posterior one third، على جوانب ال posterior one third ألاقي كتير قوي البابيلا فولياتا أو الفوليات بابيلي. دي موجودة فين؟ موجودة في الرابت. طب لاحظ كده الفوليات بابيلي يا ترى شكلها عامل ازاي؟ يا ترى هي سنترال كورن كونكتيف تيشو متغطي بإبيثيليوم بس؟ لاحظ كده إن هي كورن كونكتيف تيشو متغطي بإبيثيليوم بس، الإبيثيليوم نازل جوه الكور كمان عامل لي حاجة اسمها إيه؟ بارلل ريدجز. تاني يبقى أنا عندي الفوليات بابيلي أساسا طبيعي شكلها عامل ازاي؟ عندها البيز والإيبكس والبيز تقريبا قد بعض. الايبكس والبيس تقريبا قد بعض، مفيش واحده برود وواحده نار، ده بدايتها خلاص. طب هي موجوده في الانسان رودمنتري ادمان قليله قوي قوي ومنقرضه، موجوده اكتر في الرابت في السايد بتاعت البوستيرو وان ثيرد. طب بص على شكلها كده اللي قلنا ان هي من فوق زي تحت تقريبا، الايبكس والبيز ايكوال تقريبا. هلاقي ايه بقى؟ انا متعوده اني بلاقي كور من الكونكتيف تيشو بتغطي بايه؟ بابيثيليوم وخلاص. لا ده انا لقيت ايبيثيليال ريدجز. بص الايبيثيليوم ادي ايبيثيليال ريدجز، يبقى الايبيثيليوم داخل جوه الايه؟ الكور. فتلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ كان في عندي سكندري بابيلي. شايف المنظر عامل ازاي؟ يبقى بارلل ريدجز، ادي بارلل ريدجز موجوده في الايه؟ الفوليات بابيلي. طيب الفوليات بابيلي دي يا اولاد شبه الايه؟ شبه السيركمفاليت بابيلي. يعني عامله ازاي؟ يعني قاعده برضو في ديب جروف، يعني مش بروجكتنج اوفر ذا سيرفيس اوف ذا تانج، لا هي برضو قاعده في حفره كده، في ديب جروف، حفره كده على السيرفيس اوف ذا تانج وهي قاعده فيها تحت خلاص. طيب البيس بتاعها بلاقي ايه؟ بلاقي الضغط بتاعت السيروس جلاند موجوده برضو، في سيروس جلاند موجوده هنا وبتفتح الضغط بتاعتها في البيز اوف ذا جروف، وبرضو دي عباره عن ايه؟ سيروس اسيناي اهو. يبقى شبه مين؟ شبه السيركمفاليت بابل. طيب يبقى احنا قلنا ايه بقى لغايه دلوقتي على التانج؟ قلنا ان انا التانج بتاعي شكله كونيكال ان شيب، عنده تابرنج تيبس كده خلاص. وقلنا ان هو الكور بتاعه، احنا بنراجع مع بعض اهو، الكور بتاعه معمول اساسا من سكيليتال ماسل الديفرنت دايركشن، يعني لونجيتيودنال وترانسفيرس واوبليك كل الدايركشن، وبعدين متغطي ميوكس ميمبرين فروم اباف اند داونورد. اباف انا بسميه الابر سيرفيس دورسال سيرفيس اوف ذا تانج، وبيلو بسميه الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج. وقلنا ان احنا لو بصينا على الابر سيرفيس اوف ذا تانج بلاقيه رف او فيلفت ان ابييرنس. وايه سبب ان هو رف او فيلفت ان ابييرنس؟ ان في حاجه اسمها تانج بابيلي، فاكرين الكلام ده؟ وقلنا التانج بابيلي كام نوع؟ اربع انواع، الفيلي فورم والفانجي فورم والسيركمفاليت والفوليات، اربعه خلاص. طيب قلنا الفيلي فورم والفانجي فورم بروجكتنج بالابر سيرفيس اوف ذا تانج، وقلنا ان السيركمفاليت والفوليات قاعدين في جروف على السيرفيس اوف ذا تانج، يعني قاعدين في حفره فنازلين تحت، يعني من فوق مسميين السيرفيس اوف ذا تانج. الابر سيرفيس بتاع او الدورسال سيرفيس بتاع التانج الميوكس ممبرين ادهرنت، مش بس فيلفت وفي ابيلي، لا ده هو كمان ادهرنت، لكن الفنترال سيرفيس او اللور سيرفيس اوف ذا تانج بلاقيه سموث ناعم كده، وبلاقيه لوس كونكتيف تيشو، يعني مش ايه؟ مش ادهرنت او اتاتشت للاندرلاينج ماسكولار كود خلاص. يبقى اللور سيرفيس او الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج قلنا سموث عشان ما فيهوش ايه يا جماعه؟ ما فيهوش التانج بابيلي، لوسلي اتاتشد للكونكتيف تيشو اللي تحتيه، وبالتالي فريلي موبايل بيتحرك بسهوله. طيب لما اجي اتفرج عليه بلاقيه ايه؟ بلاقيه شكله ويفي مموج كده، لان هو مش اتاتشد قوي للي تحتيه. طيب الايبيثيليوم بتاعه ايه؟ استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ايبيثيليوم. قاعد على ايه الايبيثيليوم؟ دايما بيقعد على ايه يا اولاد؟ بيقعد على لامينا بروبريا. يبقى قاعد على لامينا بروبريا، واللامينا بروبريا دي بقى فيها بقى اللي انا كنت لسه بقوله، حاجه اسمها اللينجوال جلاند. اللينجوال جلاند يا اولاد دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميوكوسيرس اسينوي، يعني فيها ميوكس وفيها سيرس. طيب هنا بيعمل لي كومباريزون ما بين الاربع انواع بتاعه التانج بابيلي. لو انا بصيت كده في النص هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا عندي الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج اهو، بلاقي ان هو معمول متقسم لبوستيريور 1 ثيرد وانتيريور 2 ثيرد بجروف كده اهو، او بسميه في شيب جروف او في شيب سالكس ترمينالس، بيقسموه لي انتيريور 2 ثيرد وبوستيريور 1 ثيرد.
طيب وبعدين انا عندي ايه؟ عندي الاربع انواع من البابيلي اللي خليها لي الدورسال سيرفيس رف او فيلفت ان ابيرنس، اللي هم مين؟ اللي هم ادي الفيليفورم بابيلي. الفيليفورم بابيلي قلنا انها الموست نيوميرس، موجوده في كل حته في الطنج وشكلها كونيكال ان شيب وما عندهاش تيست بط. طب مين النوع الثاني؟ النوع الثاني اسمه فانجي فورم بابيلي. الفانجي فورم بابيلي ده عباره عن ايه؟ طالع كده بروجكتنج من الابر سيرفيس اوف ذا تانج. طب يا ترى موجود فين؟ موجود في التب اهو، وموجود في السايدز، في التب اوف ذا تانج وفي السايدز اوف ذا تانج هلاقي الايه؟ الفانجي فورم بابيلي. الفانجي فورم بابيلي يا اولاد زي ما احنا قلنا بروجكتنج من الابر سيرفيس وشبه المشروم، عنده برود ايبكس ونارو بيز. طيب يا ترى في تيست بات ولا مفهوش؟ ايوه في تيست بات بس فيه مش كتيره قوي. خلاص كده يبقى وظيفته التيست سنسيشن الاولاني كان تاتش سنسيشن. طيب وبيعمل ايه؟ بيعمل لايكنج في الانفنت. طيب النوع الثاني اسمه ايه بقى؟ اسمه الفاليت او السيركم فاليت بابيلي. لو انت طبعا بصيت على السيرفس بتاعك هتلاقي ايه؟ هتلاقي دول مش بروجكتنج من السيرفس، لكن دول بارزين طالعين من السيرفس. ده مساوي من فوق يبقى قاعد في حفره، ما دام حاجه كبيره كده ومتساوي من فوق يبقى قاعده في حفره. ايوه فعلا. النوع ده يا اولاد اساسا شكله عامل ازاي؟ برود بيز وبرود ايبكس ونارو بيز. خلاص طيب قاعد في حفره انا بسميها ايه؟ الجتر او بسميها الجروف. طيب موجود تحتها سيرس، بيور سيرس اسينوي كده كتير قوي، والضغط بتفتح في البيز او في البوتوم اوف ذا جروف عشان تعمل له ووشنج وتساعد على رينيوال اوف ذا سنسيشن. السيرس اسينوي دي قلنا بسميها ايه؟ فون ابنر سليفري جلاند، فون ابنر سليفري جلاند. وقلنا دي واحده من الماينور سليفري جلاند مع اللينجوال ومع الليبيال ومع البكل، دي واحده من الماينور سليفري جلاند. طب يا ترى مكانها فين بقى السيركمفاليت؟ شفت انت الحته اللي هي الفي شيبت سبكاسترمينالز قدامها على طول. خلاص الحاجات اللي هي الدوائر دوائر دوائر اهي. خلاص عددهم من 7 ل 12 واقدر اعدهم وامسكهم وكده واضحين جدا قدام الفي شيب سلكس ترمينالز. عندها تيست بط يا ترى ولا ما عندهاش؟ اه دي عندها كتير جدا بس بالذات على السايز. الكفرنج ابيثيليوم زي اخواتها اللي قبل كده ستراتيفاس كويموس كيراتينايز ابيثيليوم، لكن في السايز بيبقى نون كيراتينايز. طيب اخر نوع عندي قلنا الفوليات بابيلي، والرسمه دي مبينها حلوه قوي. لو بصيت على السيرفيس بتاع الطنج بلاقي ان مش بروجكتنج ولا حاجه، ده قاعد برده في حفره. الحفره دي بسميها الجروف او الكتر. طيب وقلت كمان ان الفوليات بابيلي رودمنتري ان هيومن، لكن موجوده اكتر في الرابت وموجوده على السايد بتاعت الاوسير وان ثيرد. لاحظ كده ان عندها ريدجز ابيديرمال ريدجز، وكان عندها سكندري بابيلي جواها، تحتيها في سيرس اسيناي برضه بتفتح في البوتوم اوف ذا جروف، بتعمل ووشنج ورينيوال اوف ذا سنسيشن، ودي برضه بيور سيرس اسيناي. طيب ده كل الكلام اللي انا قلته يا ولاد، والكلام ده مهم قوي قوي قوي، ويا ريتك بعد ما تذاكر التايبس اوف تانج بابيلي تجيب ورقه وقلم وتعمل جدول زي كده بالظبط، وتحاول انت لوحدك تشوف ايه هي الديفرنسز ما بين الفور تايبس اوف تانج بابيلي. هنقولها بسرعه جدا على شكل مقارنه زي ما احنا حاطين الجدول بتاعنا. مين الموست نيومرس؟ طبعا الفيلي فورم دي فيو، دي عددها معروف من 6 من 7 ل 12 او من 6 ل 14. دي رودمنتري امام مش موجوده اصلا، شكلها كونيكال. دي شكلها مشروم او فانجس ان شيب، ودي شكلها برده زي كده برود ايبكس ونارو بيز، لكن حواليها جتر او جروف، ودي كذلك حواليها الجتر او الجروف. طيب مكانها بتغطي الانتيور تو ثيرد اوف ذا دورسم اوف ذا تانج، دي مكانها في التيب وفي السايدز، ودي مكانها قدام الفي شيب سلكس ترمينالز، والاخرانيه على السايد بتاعت الجوسير وان ثيرد في الرابت. طيب عندها طبعا بوينتد تيبس، دول طبعا برود تيبس كلهم. كراتينايز ستراتيفاس كويماس ابيثيليوم، دي تعتبر نون كراتينايز، ودي عندها كراتينايز برضه لكن ساينز لا، ودي كذلك. ما عندهاش تيست بات، فيها تيست بات قليله، فيها تيست بات كتير، فيها تيست بات كتير. تحتها الفون ابنر سليفري جلاند مهم قوي، ودي كذلك تحتها السيروس جلاند اللي بتفتح في البيز اوف ذا جروب. احنا كده يا شباب خلاص اتعلمنا الديفرنت تايبس اوف تانج بابيلي، وعرفنا الديستريبيوشن بتاعهم، وعرفنا زي ما قلنا كده الكومباريزون. عرفنا ان في منهم تايب ما فيهوش تيست بادز اللي هو مين؟ الفيلي فورم بابيلي. يتبقى معايا مين؟ وعرفنا كمان ان في تايب رودمنتري ان هيومن اللي هو الفوليات بابيلي. يبقى انا باقي معايا مين يا اولاد؟ باقي معايا الفانجي فورم والسيركم فاليت.
تعالوا نفتكر كده الفانجي فورم كان فين؟ كان في التب اوف ذا تانج وفي السايدز اوف ذا تانج، صح كده؟ تمام. والسيركمفاليك كان فين؟ انتيريور تو ذا سالكس تيرمينال. طيب ايه انواع التستاسيشن انا ممكن احسها؟ التيست بتاع الفود يا اما سويت حاجات مسكره، سولتي حاجات حادقه، صور حاجات لاذعه او حمضيه زي الليمون والبرتقال والحاجات دي، الاحماض عموما، وبيتر اللي هي الحاجات المره. طب يا ترى مين بقى في النوعين دول بيحس ايه؟ لو بصينا الدياجرام اللي قدامنا ده رائع، بيبين لي بالظبط على حسب الديستريبيوشن بعرف مين بيحس ايه. دلوقتي انا عندي السويت سنسيشن بحسه بالتب اوف ذا تانج في المكان ده، خلاص ادي السويت. طيب والسايدز عندي السولتي وعندي الصور. طب مين يا اولاد بقى البابيلي اللي موجوده في المكان ده؟ هو مين؟ طبعا الفانجي فورم بابيل، مش الفانجي فورم في التب وفي السايدز بتاعت الطن. خلاص يبقى الفانجي فورم تقدر تحس بالسويت في التب اوف ذا تانج، والسولتي في السايد انتيرولي، والصور في السايد ايه؟ بوستيرولي. خلاص يبقى اللي بيحس بالسويت والسولت والصور هو مين يا جماعه؟ هو الفانجي فورم بابيلي. خلاص. طيب الحاجه المره انا بحسها امتى؟ لاحظ كده لما تشرب حاجه مره او تاخد دواء او كده، اول ما بتاخدها خالص ما بتحسش، لما ترجع لورا كده في الطنجة تبتدي تحس بطعمها وبيبقى مر كده. بحسها بايه بقى؟ بحسها بالسيركمفاليت بابيلي اللي مكانها هنا، وهي دي المسؤوله عن الاحساس بتاع البيتر سنسيشن. يبقى انا لما اقول لك مين البابيلي اللي بتحس بالسويت سنسيشن هتقول لي مين؟ الفانجي فورم. البيتر سنسيشن يبقى مين؟ السيركمفاليت. الصور زي الليمون والاحماض وخلافه يبقى برضو الفانجي فورم، والسولتي يبقى مين؟ برضو الفانجي فورم. يبقى دي كده توزيع التايبس، الديفرنت تايبس اوف تيست اللي انا بحسهم بالنسبه للبابيلي بتاعتي زي ما اتفقنا. تعالوا بقى يا اولاد نسال نفسنا شويه اسئله على الكلام اللي احنا خدناه. Which type of papillae on the tongue is the most abundant؟ مين اكتر واحده من البابيلي موجوده في التانج؟ الفيليفورم، سيركمفاليت، فانجي فورم، فولييت، ولا اول اوف ذا اباف؟ ها احنا قلنا من الاول مين اكتر واحده؟ طبعا هي مين؟ الفيليفورم بابيلي. طيب Which type of papillae on the tongue is not well developed in man؟ مين اللي قلنا عليها rudimentary in man؟ فيليفورم، سيركمفاليت، فانجي فورم، فولييت، اول اوف ذا اباف. تفتكروا مين اللي رودمنتري ان مان؟ احنا قلنا هي مين؟ الفولييت بابيلي. Which type of papillae on the tongue is responsible for sour sensation؟ انهي نوع من البابيلي اللي بيخليني احس بطعم الحاجه اللاذعه او الحمضيه؟ فيليفورم، سيركمفاليت، فانجي فورم، فولييت، اول اوف ذا اباف. احنا قلنا مين اللي بيخلينا نحس بطعم الحمض؟ فانجي فورم بابيلي اللي موجود على السايدز اوف ذا تانج. Which type of papillae on the tongue does not contain test bud؟ مين الوحيده اللي مش فيها تيست بود وملهاش علاقه خالص بالتيست سنسيشن؟ مين في الاربعه؟ الفيليفورم ولا السيركمفاليت ولا الفونجي فورم ولا الفوليات ولا كلهم؟ ها تخيل بقى ان اكتر واحده فيهم هي اللي ملهاش دعوه خالص بالتيست سنسيشن، هي مين؟ الفيليفورم بابيلي. سمعنا طبعا وقلنا فون ابنر ساليفر جلاند، فون ابنر ساليفر جلاند اللي هي البيور سيروس سيناي اللي موجوده او بتفتح في البوتوم اوف جروف، موجود حوالين نوع من انواع البابيلي اللي هي البابيلي الوحيده اللي قاعده في حفره او جروف على الطنق، مش بروجكتنج من السيرفس بتاع الطنق. مين دي بقى؟ يا ترى الفانجي فورم بابيلي ولا طبعا بيقول لك الفون ابنر ريليتد ليه؟ فانجي فورم بابيلي والفاكتوري ميوكوزا، سيركمفاليت بابيلي، فيلي فورم بابيلي. مين اللي قاعده في جروف او في كتر او في ترينش حوالين حواليها الكلام ده؟ مين؟ اكيد هي السيركمفاليت بابيلي. ثانك يو يا اولاد.